عشان ابنك وابن أفرولان إدارة تسويق تنمية. مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة من حلقاتنا هنتكلم فيها عن ثورة شعب مصر في 30 يونيو ومردود هذه الثورة على الشارع المصري وعلى المواطن المصري وعلى الأحداث الاقتصادية والسياسية المصرية. طبعا ثورة 30 يونيو هي ثورة قام بها شعب مصر بمختلف طوائفه وأفرزت عن دولة جديدة كلنا النهاردة بنعيش فيها وبنلمس كل تغير حصل على أرض مصرنا الحبيبة بعد أحداث ثورة 30 يونيو. في البداية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيهني الشعب المصري على مكتسبات ثورة 30 يونيو وعلى إرادة الشعب المصري اللي وقفت قدام كل القوى الخارجية والداخلية اللي كانت مش عايزة البلد تقوم من تاني. شفنا في مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلاد لزعيم جديد، البلد تقدر ان هي تمشي في ظل سياسته، في ظل تخطيطه، في ظل حبه لهذا الوطن ولكل المصريين جميعا. بنشوف كمان اهتمام الرئيس بالمشروعات القومية اللي حصلت على ارض مصر بعد ثورة 30 يونيو. بنقدم للرئيس كل الشكر على تحويل البنية التحتية المصرية اللي اختلف شكلها تماما مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة بقى عندنا اكبر شبكة طرق وكباري موجودة جوه ارض مصر، مساحات لم تشهدها مصر قبل كده من الطرق المتطورة والحديثة. الاهتمام بشؤون التنمية على أرض مصر، الاهتمام بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء 14 مدينة ذكية بالنظم العالمية الحديثة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قناة السويس الجديدة، العالمين المنصورة الجديدة. بنشوف طفرة عقارية واستثمارية على أرض مصرنا الحبيبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع بشخصه المشروعات القومية اللي بتكتمل على أرض مصر رغم الظروف القاسية اللي بتمر بيها مصر مع وجود الكورونا، لكن الرئيس دايما بيشدد على إن إحنا مش هنأخر الأعمال القومية اللي في الدولة اللي بنعملها، لكن هناخد أقصى إجراءاتنا الاحترازية. كمان بنتقدم للرئيس بالشكر، إحنا أول مرة نشوف رئيس بينزل الشارع بيكلم المواطنين بيشوف مشاكلهم. في الأيام السابقة شفنا أكتر من مشهد للرئيس مع مجموعة من الباعة الجائلين، مع مواطنين عاديين في الشارع بيتكلم معاهم بيشوف مشاكلهم عشان يبقى لامس المجتمع المصري رايح فين ومحتاج إيه والدنيا مع المصريين عاملة إزاي. طبعا دي حاجة إحنا ما شفناهاش قبل كده، ما شفناش اهتمام بشؤون المصريين من مختلف الاتجاهات. الرئيس مهتم بصحة المصريين، بيأكد على الالتزام بالعمل والالتزام بالمشروعات، وجنب ده الاهتمام في الأول في المرتبة الكبرى والأولى بصحة المواطن المصري وتلبية احتياجاته الصحية وتوفير المستلزمات الصحية اللي يحتاجها. كمان بنشوف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي
بيهتم بتطوير كل ما هو جديد على أرض مصر، في تخطيط جديد لإقامة أكبر خط سكة حديد في مصر بيربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، الطريق بيضم قطار، ودي شبكة كبيرة جدا توصل مصر في جزء كبير منها عن طريق خط السكة الحديد. هنبتدي معاكم النهاردة حلقتنا، هيكون معانا اتنين من الضيوف الأعزاء علينا وعلى برنامجنا، المهندس عادل زيدان. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير ابراهيم بيه وعلى السادة المشاهدين كلهم، مساء الخير. المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مستثمري المليون ونص فدان، وهيكون كمان في ضيافتنا النهاردة الأستاذ يسري توادروس خبير التاريخ والباحث في الشؤون الاقتصادية. مساء الخير يا استاذ. اهلا مساء الخير، اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. الله يخليك. في البداية اعزائي المشاهدين، احنا عايزين نشوف احنا كسبنا ايه، البلد كسبت ايه من 30/6. هنتكلم عن ده في كل المناحي المختلفة اللي حصلت على أرض مصر. أستاذ يسري هيكلمنا عن الشق التاريخي، ومهندس عادل زيدان هيكلمنا عن التنمية على أرض مصر والاهتمام بالشؤون الزراعية وبشؤون الزراعة والصحة الأراضي. في البداية أستاذ يسري عايزين نتكلم عن، احنا شفنا يعني ثورة 30/6 دي ثورة شكلها مختلف عن كل الثورات اللي حصلت على مدار التاريخ، حضرتك بتشوفها ازاي؟ الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، هي فعلا بتختلف عن كل الثورات اللي مرت في العالم كله. معظم الثورات اللي حصلت في الدول العالم بتكون ثورات دموية، احنا الثورة عندنا الحمد لله كانت ثورة تقدر تطلق عليها ثورة ناعمة، يعني لم يضحى بيها في بأفراد ولا بناس، ولا حصل صدام بين أجهزة الدولة والأفراد. طبعا ده يذكر للثورة 30 يونيو. تمام. طيب خلينا نقول، طب إيه المكتسبات اللي خرجت بيها الثورة دي؟ يعني مصر استفادت إيه مدى الاستفادة في اختلاف شكل المجتمع المصري بعد 30 يونيو؟ الحقيقة أنا يعني في نقطة عايز أبدأ منها، ودي كانت بتؤرقني أنا على المستوى الشخصي، لأن أنا ابن قرية، والقرية عندنا كنا بنعاني من فيروس سي. لو إحنا اكتفينا بمكتسب من مكتسبات الثورة بمئة صحة مليون، أنا شخصيا أقول لك نكتفي بكده. تمام. لأن إحنا فيروس سي كان معاناة لم يعني ما فيش في التاريخ معاناة كان بيعاني منها الشعب، لأنها بتمس صحة الإنسان. تمام. فطبعا كون إن إحنا نعالج كل الناس اللي كانت موجودة وبأرقام فلكية يعني اللي كنا بنسمع عنه في فترة زمنية قليلة، ده أنا من وجهة نظري الشخصية أكبر مكتسبات الثورة. تمام. طيب عادل بيه، طبعا يعني حضرتك يعني لامس التغير الاقتصادي اللي بيحصل على أرض مصر في الفترة الأخيرة من بعد 30/6 وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا في البداية نقول ان بقى عندنا اهتمام بأمور ما كانتش موجودة قبل كده. تمام. يعني ما كانش فيه اهتمام بالزراعة. تمام. بالشكل الحالي. تمام. كان الاهتمام بالتجارة، بالاستيراد، بأمور مختلفة. شفنا الأول مرة الدولة بتأسس شركة عشان تحافظ على المشروعات الزراعية على أرض مصر. بتقنن في البداية أوضاع العاملين في مجال الزراعة أو وضع اليد، ظاهرة وضع اليد. حضرتك شايف الدولة تعاملت إزاي مع ظاهرة وضع اليد؟ والله الدولة الأول يعني أنا أحب أتكلم على حاجات أنا عشتها زي أي مواطن عادي قبل ما أتكلم على الاقتصاد. تمام. لما انا هجاوب على النقطه دي وهرجع لمكتسبات 30/6. تمام. الدوله تعاملت مع وضع اليد ومع الناس بانها اصدرت عقود وسنت قوانين علشان خاطر رقم واحد تنهي على ظاهره وضع اليد تماما وفي المستقبل، وتقنن
أوضاع واضع اليد الجادين في مراحل أخرى، يعني مراحل سابقة. أمنت لهم شغلهم اللي هم عملوه، فتعاملت بروح القانون والقانون. روح القانون إن أنا عندي سنوات ضائعة من الفساد سابقة توقفت فيها الدولة تماما عن إصدار العقود من 2006، واخد بال حضرتك، لحد 2013، وبالتالي الناس عايزة تطلع وتشتغل في أرض، فكانت بتضع أيديها على أراضي الدولة وكانت بتزرع. فهنا روح القانون تدخلت في إن الناس دي هنوفق لهم أوضاعهم ونعمل لهم قوانين تخليهم يتملكوا أراضي وضعوا يدهم عليها بجدية، واخد بال حضرتك؟ تمام. ثم بقى سنت قوانين تحرم وتجرم التعدي على أراضي الدولة وأملاك الدولة في المستقبل عشان تضمن حقوق الأجيال القادمة. تمام. حضرتك تشوف تأسيس شركة الريف المصري، تمام، ويدخلها في جزئية تقنين وضع اليد، ان هي يتعاملوا مع الشركة وان هي تشرع لهم اوراق للتملك للاراضي اللي هم استصلحوها واشتغلوا عليها. بتشوف ده في شكل من اشكال التميز في التعامل؟ في الشك. هو خليني اقول لحضرتك ان ظاهرة وضع اليد كانت مش موجودة على ارض الريف المصري بس، هي كانت موجودة على اراضي ولايات مؤسسات كتير من الدولة، زي مثلا أراضي اللي تابعة لهيئة التنمية الزراعية، هيئة المشروعات، تمام، في أراضي تابعة للمحافظات، في أراضي تابعة لمشروع المليون ونص فدان، واخد بال حضرتك؟ وده فهي وفقت أوضاع الناس وضع اليد على أراضي المليون ونص فدان. أما اللي واقعة جواه، اللي واقعة جوه المليون ونص فدان، واخد بال حضرتك؟ تمام. ودي كانت خطوة مهمة جدا، تأسيس شركة زي شركة الريف المصري لتنمية مشروع المليون ونص فدان، لأن المليون ونص فدان يعتبر تسع أو عشر المساحة المزروعة في مصر. احنا عندنا 8600 ألف فدان مزروعين في 7000 سنة اللي فاتوا دول، والمليون ونص يكمل العشرة مليون فدان. طبعا. يبقى إذن هو عشر أو أكتر، 1.5، تمام، من عشر المساحة المزروعة في مصر. فده محتاج كيان لوحده يحقق منظومة الشباك الواحد، تمام، اللي هو جوه شركة الريف المصري، جوه شركة، هي شركة الريف المصري، هي دي الشباك الواحد، ده الشباك الواحد اللي أنا هروح على مكان واحد هاخد منه العقد، وهاخد عقد قبل ما انزل أشتغل في الأرض، تمام. يبقى انا ارضي من قبل ما وضع اليد. انت كنت بتشتغل في ارض الدولة وممكن ما تاخدش عقد، وممكن ما يتقنن لكش الارض دي اصلا وتاخد يعني عقد ليها، وممكن تيجي تزال كل الزراعات دي، وفيها نوع من ضياع هيبة الدولة على ارضها، تمام، خد بال حضرتك. ودي كانت من مكتسبات 30/6، ودي هتكلم مع حضرتك فيها، لكن خليني في الحتة دي. وضع اليد لم تنتهي فقط بشركة الريف المصري، ولكن انتهت بمجموعة من القوانين سنتها الدولة المصرية لرجوع هيبة الدولة المصرية والحفاظ على الأجيال القادمة، وإن كل حاجة تبقى موجودة وشغالة بأجندة معتمدة ورؤية واضحة ما ينفعش حد فيها يعدي فيها الخطوط الحمراء. تمام. إن التعدي على أملاك الدولة خط أحمر، إن المطلوب إن اللي عايز يستصلح أرض ويشتغل في أرض ويستثمر في أرض الدولة أيا كانت ملكيتها وتبعيتها لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، واخد بال حضرتك؟ لا، أنا بروح للجهة صاحبة الولاية أتعامل معاها مباشرة. ففي القديم الأراضي التابعة لهيئة التنمية الزراعية فتحت هيئة التنمية الزراعية، واخد بال حضرتك، كتير جدا ابواب تقديم الطلبات على الاراضي اللي تخص ملكيه اللي هي واقعه فيه وقعها في ولايتها، على اساس الناس تروح تقنن اوضاعها مع هيئه التنميه الزراعيه. تمام. الاراضي التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده
الناس اللي موجوده وموجودين على اراضي تخصها راحت الناس تقنن اوضاعها مع هيئه المجتمعات العمرانيه. الاراضي اللي الناس تعدت عليها في زمام المحافظات تم سن قانون جديد وقرار جديد رقم 144 لسنه 2017، وده بقت الناس تروح تقنن اوضاعها مع المحافظات. الريف المصري ومشروع المليون ونص فدان لما خرج طبعا ولايه كل الاراضي اللي تابعه لولايه مشروع المليون ونص فدان ولايه شركه الريف المصري، الناس اللي كانت متعديه على الاراضي تم فتح باب تقديم طلبات لتقنين اوضاع وضعيه اليد، تمام، واخد بال حضرتك، وبالفعل بداوا يقننوا، تمام، ثم بدات تصدر عقود للاراضي اللي هي فاضيه ما عليهاش وضع يد، والدوله مديه فترات سماح كتير جدا للناس في توفيق اوضاعها وفي سداد المستحقات اللي عليهم، علشان تقول لنا ايه، تعالى نظبط اللي فات مع بعض ونبتدي من جديد يا جماعه. ما فيش وضع يد النهارده ولا في تعدي على اراضي الدوله من النهارده، اللي فات هنوفق اوضاعه، قد يكون لظروف معينه واخد بالك حصل، تمام، نتيجه مثلا ان الدوله كانت رخوه، ان الناس كانت ضعيفه اللي بتدير، ان ما كانش في رؤيه، ان ما كانش في ما فيش حد بيدي للناس عقود، ما كانش في منظومه الشباك الواحد. لكن تعالوا بقى، تمام، نقف في هنا ونظبط اوضاعنا في اللي فات ونعالج كل اللي فات، ونيجي بقى نبني مع بعض مصر جديده بقى، واخد بقى، وفق النظام، تمام، نشرعه الدوله، نعمل جميعا في ايه؟ في ظله. تمام، احنا معانا بس مداخله اتفضل من المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي. مساء الخير يا باشمهندس صلاح. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، والله الحمد لله. كنا عايزين نعرف منك اخر اخبار الاعلان ال 13 لطرح الوحدات السكنية، كنتوا طرحتوا اعلان وكنا سمعنا ان هو حصل مد للتاريخ بتاعه، فعايزين نعرف اخباره ايه. هو طبعا الاعلان ال 13 زي ما حضرتك فجرت كده كان بدأ في اول شهر 6، تمام، وكان موجود في 10 محافظات وكلها في محافظات الصعيد، تمام، والحمد لله الـ كان في اقبال شديد جدا على هذا الاعلان، ولدرجة ان احنا ما كناش لاحقين في طبع الكراسات وبيعها على المواطنين المحتاجين لهذه الوحدات، تمام، فعشان كده تم مد الفترة 15 يوم عن التاريخ المحدد سابقا عشان نلبي طلبات كل المواطنين اللي عاوزين يتقدموا في الاسكان الاجتماعي في العشر محافظات اللي هي محافظة الصعيد. تمام، طيب واخبار الاعلان ال 14 ايه، منتظر يبقى على امتى ان شاء الله؟ لا ان شاء الله بس نخلص الاعلان ال 13، احنا ماشيين بخطه كده ان كل ما نخلص اعلان نخش على اعلان اخر، لان الاعلان ده بيبقى فيه اعلان تقدم والناس بتتقدم، وبعد كده بيبقى فيه تظلمات وبيبقى فيه تسجيل البيانات، وبعد كده بنشوف مين المنطبق عليه الشروط ومين الغير المنطبق عليه الشروط، العمليه بتاخد وقت لحد ما نخلص ونستقر على المواطنين المنطبق عليه الشروط، لان هذه الوحدات جاهزه للتسليم فورا. طبعا. بالتالي لازم ناخد الوقت ان احنا نحدد مين المنطبق عليه الشروط عشان نتحرك بدقة في ان كل مواطن يستحق هذه الوحدة يستفيد بوحدة الاسكان الاجتماعي طالما هو منطبق عليه الشروط. احنا كمان يعني شفنا ظاهرة، حضرتك لما كنت معانا في المداخلة السابقة شفنا ظاهرة ان انتوا كنتوا فاتحين الفترة الاولانية لذوي الاحتياجات الخاصة، ودي يمكن اول مرة حاجة يعني نشوف اهتمام باولادنا واصدقائنا واخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، الاهتمام بان هم يبقى لهم معاد لوحدهم ويقدموا لوحدهم، فدي حاجه طبعا عظيمه يعني. هو طبعا بدايه من اعلان 12 كمان احنا بدانا نقول ان في اول اسبوع ده خاص للناس اللي هم اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا حضرتك تعلم ان هو فيه نسبه 5% بتخصص لهذه الفئه بدون قرعه او بدون اولويات، تمام، قبل الاعلان، قبل التخصيص، فبالتالي هم من حقهم علينا ان هم نديهم الفتره الكافيه ان هم يتقدموا ويشتروا الكراسات في فتره بكل اريحيه. طبعا دي حاجه يعني صراحه تذكر للصندوق، وحاجه يعني تشكروا عليها، لانها طبعا حاجه تهم الناس دي يعني صراحه يعني. لا هذا حقهم علينا يا فندم، هذا حقهم علينا. تمام، ميرسي يا صلاح بيه، وان شاء الله نتابع معاك كده اخبار الاعلان ال 13 حتى نهايته، وان شاء الله نشوف النتائج بتاعت ال 14 تبقى ايه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله.
ميرسي يا صلاح بيه، الف شكر حضرتك. شكرا. طيب نرجع تاني نسالك يا سري، حضرتك مصر طول عمرها دوله زراعيه كويس، بس ما شفناش قبل كده في العصور القريبه اللي احنا عشناها يعني اهتمام من القياده السياسيه او من رئيس الجمهوريه او من الدوله او من الحكومه باقامه مشروعات زراعيه بشكل متطور وحديث، والاهتمام بشبكات الطرق بالشكل ده عشان يقدروا يوصلوا للاراضي دي وكده. هل حضرتك شايف ده ممكن يودي مصر فين؟ يعني الاهتمام بالزراعه ده يودينا فين؟ اقول لحضرتك حاجه قبل ما نتكلم عن اللي حاصل دلوقتي. انا اتكلم عن قبل 2013 لمده 40 سنه تقريبا. كان مساحه الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر بالارقام 8.7 مليون فدان. فقدنا في خلال ال 40 سنه الاخيره 2.7 مليون فدان، ربعهم تقريبا، اكتر من ربعهم كمان. فكان لزمن اللي هو بالمباني والتعديات اللي حصلت في القرى وكل ال كان لزمن انك تعمل بديل تعوض بيه، لازم تعمل بديل لانك هتدخل في مرحله ان مفيش انتاج في القرى. فكانت البديل ليه ان احنا نكون في الصحراء بقرارات جاده وقوانين جاده، زي ما تفضل الاستاذ عادل وقال كده، ان في الاول احنا كان عندنا حاله من الهلع ان انا اروح اشتغل في الصحراء وبعد ما اعمل مجهود واصرف فلوس الاقي نفسي الدوله بتقول لي انت بره، لان الارض دي مش تبع مش عارف مين او تبع مين. دلوقتي بقى في سكه واحده، طريق في واحده، في طريق ينفع يمشي عليه، امشي عليه قبل كمان ما ادفع اي فلوس، فببقى انا رايح واشتغل وبتدفع للدوله مش لشخص، وبدفع للدوله مش بدفع للشخص، ورقياتك كمان مظبوطه تمام. احنا معانا مداخله بس من حاج عيسى الفلاح. يا حاج عيسى ازيك؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب واهل مصر كلهم طيبين، وتحياتي للقوات المسلحة الذي انقذ مصر من الهلاك. تمام. معاك يا عم عيسى. ما هي دي مصر اللي احنا كنا عايشين فيها طول عمرنا، ما كانش عندنا حكايه التغيرات والاختلافات الدينيه دي، ما كانش عندنا الكلام ده. ثوره 30 يونيو رجعت لمصر هيبتها من الذين سرقوا الاحياء وكانوا عايزين يضيعوا مصر ويعرفوها وينزلوها في منزلة كبير. تمام. مصر النهارده رجعت للبناء والاستقرار والامن والامان. طبعا كلنا طبعا النهارده قوه عظمى، كلنا لامسين الامن طبعا اللي بقى موجود في مصر. احنا ما نقدرش نقول غير ان مصر قوه عظمى ورساله لحريم السلطان بتاع رئيس تركيا، ان شاء الله 15 يوم وهنخلي المنطقه كما راح عمله ان شاء الله. ماشي يا عم عيسى. ورساله لكل العالم، الشعب المصري وجيشه فداء للعالم العربي الحزمة. تمام. لا طبعا هم تمام. تمام. اتفضل معاك يا ابراهيم بيه. ماشي يا عم عيسى، تحت امرك واذنك. ربنا يخليك يا حبيبي، تعيش يا عم عيسى. تحياتنا لحضراتكم جميعا. الله يخليك. اشكرك يا عم عيسى يا راجل محترم. الله يخليك يا عادل بيه. وانا ما عندناش شك في وطنيتك واحترامك وايمانك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك. مصر النهارده قوه عظمه. طبعا. ولا احد يجرؤ يستجري على الامن المصري ابدا. احنا مبسوطين ان يعني الفلاح الفصيح او الفلاحين عندهم ايمان بالكلام ده. ايوه. النهارده ما حدش يقدر يلعب في الامن المصري نهائي. كل اللي جاي كلمه هيتحاسب عليها. الحمد لله. واللي شهر بمصر بالسوق هيتحاسب. تمام. مش معنى ان احنا ساكتين، لا، الصقور ما تتركب. صح. تمام. صح. تمام. ماشي يا عم عيسى. حضراتكم الاهل البرنامج جميعا. متشكرين ليك جدا على مداخلتك دي، ونشوفك على خير ان شاء الله. نرجع تاني عادل بيه لنقطة برضو من الظواهر اللي ظهرت مع وجود شركة الريف المصري واهتمام الدولة بالتنمية الزراعية، ان احنا شفنا يعني كان من فترة تم الاعلان عن منطقة للخدمات جوه مناطق الريف المصري. تمام. ودي حاجة يمكن اول مرة نشوفها، يعني دي بتدي انطباع
ان هم مش بيعملوا مكان للزراعة، هم عايزين يأسسوا لحياة كاملة، يعني طبعا منطقة الناس تعيش فيها تستوطنها وتعيش فيها. فحضرتك شايف الـ 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 الاهتمام بقى مختلف ازاي، وده مردوده يبقى ايه على الاستثمار في المناطق دي؟ بص يا ابراهيم، بيخليني يعني اخد اوصل مكتسبات يونيا مع السؤال اللي حضرتك تفضلت وقلت. خليني اقول لحضرتك الاول ان ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في حياة المصريين، ونقطة تحول في حياة المنطقة كلها والمحيط الإقليمي اللي احنا عايشين فيه لأسباب كتير جدا. أول حاجة إنها كشفت عن مخطط جماعة الإخوان المسلمين في تدمير مؤسسات الدولة والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب والشرطة المصرية والشعب والقضاء والشعب، ويعني والتسويق لعمليات العصيان المدني والتخريب والتخوين وإثارة الفتن، يعني اللي إسرائيل ما قدرتش تعمله معانا ومحدش قدر، لا الهكسوس ولا الصليبيين ولا كل الناس الغزاة اللي غزت مصر وجت عشان تغزونا وعلى كل الاستعمار، كل دول الاستعمار قدرت تعمله. كل القوى الاستعمارية أيقنت إن مصر مش هتتهد إلا من جواها، فكان المخطط ده كفيل انه يهد مصر. تمام. فده كان اكبر مكسب ليونيا. تاني اكبر مكسب ليونيا ان مصر كانت بتبحث عن بطل. تمام. وتبحث عن قائد يكون نثق فيه جميعا. وده بقالنا سنين اكتر من 30 سنة او اكتر او 40 مش لاقيينه. عايزين بطل. ناس بتبحث عن هيرو، عايزه حد يشيل الشيله بمعنى اصح. واخد بال حضرتك؟ الحقيقه ان الرئيس السيسي كان هو هذا البطل وهو هذا القائد. طيب هل هي الفرصه جت منين؟ انا عايز اقول هو من بعد فضل الله سبحانه وتعالى من صنع هذه الفرصه، هو من استحق الفرصه دي. كلنا نعرف ان كان رئيس سيسي يمكن احد اهم قيادات المجلس العسكري واصغرهم سنا، فالناس اللي اكبر منه سنا وخبرة قدموه. طب قدموه ليه؟ اكيد لانه عمل دور بطولي. لان لولا وجوده هو واحد كان في منصب وزير دفاع في هذا الوقت، وكان بيشوف قدامه مصر الكبيرة بتنتهي ومصر الضعيفة بتبتدي، فكان ممكن يقعد ويقول لك أنا مالي وأنا في وظيفتي وأنا كده كده وزير دفاع وأنا مش عايز أكتر من كده، أنا رعافين أكتر من كده. لكن هو أول من صرح عن إن في مخطط هيدمر مصر وتحمل المسؤولية، فتحمله المسؤولية ده هو اللي خلانا كلنا وثقنا فيه وأفرزت عنه ثورة 30 يونيو على إنه يكون هو رئيس مصر اللي مصر كلها بتعلم بيه. تمام. واخد بال حضرتك؟ البطل، القائد، الصادق، الأمين، كل المواصفات الكويسة، وإنه يكون راجل واخد بال حضرتك عنده خبرة كبيرة بأهمية الأمن القومي المصري والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لمصر ودور مصر في محيطها الإقليمي. تمام. وحجم المؤامرة اللي على مصر، لو لم يكن راجل مخابرات ما كانش يتنبأ بهذا الموضوع. واخد بال حضرتك؟ فمكسب كبير جدا جدا انه من مكتسبات يونيا انها اكدت، واخد بال حضرتك، على علاقة الشعب المصري بمؤسساته، عمق العلاقة وقوة العلاقة اللي موجودة بين الشعب
ومؤسساته وخصوصا مؤسسة القوات المسلحة وصفة المصرية. المصريين في القوات المسلحة تحميهم في الداخل كمان، بس وأكدت على أن قواتنا المسلحة قوة جيشنا ده، وقواتنا المسلحة هي ضمانة هذا الشعب لحياة آمنة، قبل حضرتك، مستقرة كريمة، وقبل حضرتك، المصلحة الأولى لأي حد في الدنيا ان المكان اللي هم يبقوا واقفين بيأمنوه هي اللي انه يبقى كويس، هم الناس اللي واقفه تأمن المكان ده. تمام، صح. طب يبقى الجيش من مصلحته ان البلد دي تبقى، لان دي مهمته انه يحافظ على امن واستقرار البلد دي. طب صح. وان هو يحارب ضد كل المؤامرات اللي تحاك لهذا البلد. تمام. فما كانش هيبقى في حد يؤمن بهذه المهمه قد الجيش، واخد بال، وما كانش حد هيقف في ظهر الجيش قد الشعب، والعكس صحيح. تمام، واخد بال حضرتك. تمام. طيب كمان احد اهم مكتسبات الثوره دي الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، لان مفيش اقتصاد ولا استثمار من غير امن، هيتم من غير استقرار سياسي وامني. طب صح كده. طب ولذلك من المكتسبات المهمة ان بلدنا بقى لها اجندة. مصر كانت بتشتغل من غير اجندة. معظم الدول الكبيرة الناجحة بتشتغل باجندة. ده خريطة. طب يجي رئيس يسلم رئيس، يجي محافظ يسلم محافظ، يجي وزير يسلم وزير، مش يجي وزير يلغي شغل الوزير اللي قبله، يجي محافظ يلغي شغل المحافظ اللي قبله، ده كان بيتم. انما النهارده احنا شغالين وفق اجنده. تمام. فده مكسب كبير جدا انك تبقى عارف انت بتعمل ايه النهارده عشان تعمل عليه ايه بكره. مش هبني مثلا، ينفع النهارده حضرتك تيجي تبني عماره، تبني فيها تعمل فيها الاساسات، واخد بال حضرتك، واحد يجي بعد منك ابنك مثلا يورث يجي شايل الاساسات ويعمل غيرها؟ لا طبعا، لازم تترسم من الاول. صح بالظبط. فدي احد اهم مكتسبات يوني، واخد بال حضرتك، ان احنا بنشتغل وفق اجنده. وكمان رجعت لنا هيبه الدوله المصريه. تمام. تشعر في اجراءات التسليم والتسلم بين الرئيس عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي بهيبه الدوله المصريه. اجراءات تسليم السلطه كلنا شفناها، ان دي رجعت لنا شكل الدوله اللي ما كانش موجود. تمام، واخد بال حضرتك، اللي كمان عملت لنا استقرار ائتماني. التصنيف الائتماني بتاع مصر استقر في الفترة اللي فاتت، وده خلى ثقة المستثمر الأجنبي في مصر تزيد. تمام، واخد بال حضرتك، جابت لنا رئيس يؤمن بحق حقنا وحق الطرف الآخر. مصر لها حقوق وعليها التزامات، كان عايز حد يؤمن بان مهم جدا 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 ان احنا نعمل اتفاقية ترسيم الحدود. دي كانت مهمة جدا. احنا ليه كنا خجلانين من حقوق الناس اللي علينا؟ تمام، واخد بال حضرتك، ما هو انك تعترف بحقوق الناس اللي عليك ده يؤكد انك هتقدر تجيب الحق اللي ليك. تمام، واخد بال حضرتك، ودي كانت حاجة مهمة جدا. واخد بال حضرتك، والمكتسب بقى من الناحيه الاقتصاديه، ما انا جاي لسعادتك، كل هذا خلاك تشتغل باجنده انك انت مهم جدا جدا انك تنقل مصر من الحاله الرخوه وحاله عدم الانضباط في كل المجالات الى حاله الانضباط والتنظيم في كل المجالات وخصوصا المجال الاقتصادي. عايزين ناكل بقى، احنا امننا دنيتنا. فكان احد اهم يعني مجالات الاقتصاد هو المجال الزراعي. تمام، ورجوع مصر الزراعيه اللي احنا نعرفها، احنا نرجع مصر تصدر. احنا بقينا النهارده في الست سنين اللي فات من اوائل الدول المنتجه والمصدره للزيتون. تمام، بقينا من اوائل الدول المنتجه والمصدره للتمور. صح،
بقينا من اوائل الدول المصدره للزيوت، واحنا اصلا بنستورد اكثر من 90% من الزيت من الزيوت، واخد بال حضرتك؟ تمام. فبقينا نشتغل على ازاي نقلل الفجوه الغذائيه اللي موجوده عند المصريين، وازاي تكون الزراعه احد مصادر الدخل القومي، واخد بال حضرتك؟ ده لابد مش هيتم الا لما تسن قوانين تدي فرصه لكل المصريين، فلاحين وشباب خريجين وصغار مزارعين ومزارعين ومستثمرين، انهم يشاركوا في النهضه الزراعيه دي عشان ترجع لنا مصر الزراعيه، ونضيف عليها مصر الصناعيه، ونضيف عليها التصنيع الزراعي. وبناء عليه ما كانش هيبقى في حاجه اسمها شركه ريف مصري ولا مشروع مليون ونص فدان، وكان هيبقى الاستثمار عشوائي. هو احنا كنا نعرف ان احنا كشعب كمواطنين نعرف قيمه كم عدد الاراضي اللي عندنا؟ لا احنا بنعيش زخم من المعلومات الاقتصاديه الزراعيه هذه الايام. بقى كل واحد فينا عارف ده، لان بقينا كلنا عندنا الفرصه ان احنا نشتغل في ده. بقى عندنا حلم، ودي حاجه مهمه جدا انك تشتغل بهدف. انت الاول كان عندك عايز تزرع وعايز تنتج، بس مش عارف تزرع، يعني ما تعرفش مين بيزرع فين وعند مين ورايح فين، عشان ما فيش مخطط وفين الاراضي وبتاع، ما فيش خطه ما كانش عند حضرتك قاعده بيانات، ما فيش خطه. بدات النهارده القواعد الرقميه، يعني بقى عندنا قاعده بيانات رقميه في وزاره الزراعه لحصر الاراضي المزروعه سابقا، وبقى عندنا قاعده بيانات محدده من النهارده وسيستم في شركه تنميه الريف المصري من خلال قطع بشركات بمساحات بتراكيب محصوليه كل حاجه. يعني حضرتك القطعه رقم كذا بتملكها شركه كذا، اللي بيملكها فلان وفلان وفلان، البير بتاعها في ترتيب ملوحته كذا. خد بال حضرتك من الحته دي، حتى مهمه جدا ان حضرتك النهارده يبقى عندي قاعده بيانات انشئت على ده شركه الريف المصري، ان الارض ده اهي اللي احداثياتها كذا، الواقعه في المنطقه الفلانيه، البير الجوفي بتاعها ملوحته كذا، تحليل الميه والتربه اللي موجوده في الحته دي كذا. طب أكيد الارض دي تزرع كذا، معلش. ايوه بالظبط، انا كنت الحته دي مهمه جدا. ما هي دي، أكيد ما هي دي قاعده البيانات. اكيد تحليل التربه ونوع الميه المتوفره، ما انا بقول لحضرتك يقول لك تزرع ايه، مش تزرع عشوائي. ما انا بقول لحضرتك اهو قاعده بيانات، ما انا خليني معايا حضرتك ان هو عارف ان الاحداثيات بتاعت القطعه دي، ومين الشركه اللي تملك القطعه دي، سواء من المستثمرين او شباب الخريجين او الفلاحين او صغار المزارعين. الشركه دي كمان اسمها كذا، بتتكون من 10 ل 23 فرد، هم فلان وفلان وفلان وفلان، واخد بال حضرتك؟ البير بتاعها رقم كذا، اللي ميته ملوحه ميته كذا، اللي تحليل الميه التربه بتاعه المكان ده كذا وتصلح لزراعه كذا، اللي كمان بتزرع، معلش، اللي كمان بتزرع كذا، خد بال حضرتك، عشان تنتج كذا، عشان نصنع منه كذا ونصدر منه كذا، واخد بال حضرتك؟ سؤال بقى، فهنا انشا من البدايه قاعده رقميه منظمه. طيب ده كله ليه؟ عشان ينشئ منطقه الخدمات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، تمام، والطرق اللي تتعمل للناس عشان توصل لاراضيهم، واخد بال حضرتك؟ عمل مناطق الخدمات دي عشان يعمل مجتمع زراعي عمراني صناعي، الهدف منه هو التوطين، ان لما اروح مش محتاج لحاجه، تمام، اقدر اعيش، اقدر اعيش، تمام، عندي محطات تحليه ميه شرب، تمام، عندي وحده صحيه، منطقتين في الريف المصري فيهم محطتين تحليه، المغرى وغرب غرب المنيا، غرب غرب المنيا، مظبوط، دي اعتقد معموله يعني تخدم المنطقه كلها. واول مره يحصل، شوف بص حضرتك، الغرض، اصل الغرض من مشروع المليون ونص فدان ده، يعني الهدف منه هدف كبير جدا جدا، ولكن احنا مشكلتنا بنفهم بعد سنة. الغرض من هذا المشروع هو بيقول ان مضى عهد وبدأ عهد جديد، مضى عهد من التوهان، وان البلد مش عارفة ارضها فين وبتزرع ايه وفيها ايه، خدت بال حضرتك؟ وابتدى عهد جديد، مصر عندها قاعدة بيانات بكل شيء، عشان تعمل ايه؟ عشان تعوض الفاقد اللي كان بيتكلم عليه عم يوسف خلال 40 سنة، 2.7 مليون فدان، بمليون ونص فدان جديد، واخد بال حضرتك؟
تاخد بالك عشان نوفر فرص عمل. الموضوع ال 4 مليون فدان مش بس مثلا مش بس اوكي احنا بناخد ناخد المرحله الاولى تمام. معروف مين الناس اللي بتشتغل فيهم، ربطنا شبابنا نقلناهم من ميادين من الشوارع والميادين والقعدات على القهاوي والنواصي والخبل المطينه بطين، تاخد بال حضرتك تمام، وباللا هدف ولا وعي ولا اي حاجه صح. طب اسالك الى ناس تؤمن، ناس عندها هدف تمام ونقلتهم لميادين العمل والانتاج وعملت لهم هدف وان هم يبنوا بلدنا، لان احنا 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 بنبني بلدنا يعني بنشتغل لاولادنا. اسالك سؤال، اتفضل. هل وجود المنظومه دي بالشكل ده بالاليات دي بكم الداتا اللي بقت متوفره خلت ناس ما كانوش ليهم علاقه بالزراعه او بالاستثمار في الزراعه يدخلوا في المجال ده؟ يعني هل حضرتك النهارده قابلت ناس مثلا واخده اراضي مثلا في ضمن مشروع مليون ونص فدان؟ اه طبعا. جزء منهم شباب ما عندهمش خبره خالص، اه، وجزء تاني مستثمرين، ناس مثلا عندها بيزنس ودخلت في المجال الزراعي. طبعا. هل العلاقه التزاوج اللي بين المستثمر وبين الدوله مباشره خلت ناس تقدم انها تشتغل في المجال ده؟ بص حضرتك، مفيش حاجه في مصر اسمها احنا ما عندش حد، مصر كلها عندها وعي بالزراعه لكن لا تمتلك النو هاو. عارفه ان مصر بلد زراعيه وعارفه، بس منين يودي على فين مش عارفين. واخد بال حضرتك، انا عايز ازرع بس مش عارف اعمل ايه واروح فين. طب اروح لناس، انا شركه منهم، اروح لناس تقول لي الارض هنا والمكان هنا. استاذن حضرتك الزراعي ده المصري بطبعه تاريخيا الزراعه في جيناته، يعني تمام. مش حاجه مستحدثه، مفيش حد ملوش في الزراعه في مصر تمام. اي حد يميل، أنا مش قصدي كده، حد كل المصريين يميلوا. وجود الداتا والمعلومات اللي الاستاذ عادل بيقول عليها خلت ناس ما بتشتغلش في الزراعه تدخل تشتغل فيها. طبعا اكيد طبعا. ايوه طبعا. انا عايز اقول لحضرتك، انت حضرتك كنت بتسمع زمان غير عن ان في ست عن عظيمات مصر امهاتنا واخواتنا تمام انهم يشتغلوا في الاستثمار الزراعي؟ لا. طيب الدوله المراه المصريه النهارده بقى لها كوتا جوه مشروع مليون ونص فدان، وجوه الزراعه المصريه النهارده في سيده المراه. ايوه طبعا تمام. المراه في النهارده شركات، يا اما فيها في جزء منها سيدات، جزء منها سيدات، يا اما هي كلها سيدات. واخد بال حضرتك؟ تمام. ده ما كانش موجود، لكن كنا نسمعه زمان عندنا في الارياف، امي وجدتي واختي كانوا بيزرعوا، الست تزرع مع جوزها وتروح الغيط مع جوزها لكن انها بقى خد بال حضرتك يبقى عندها ارض. ما هو برضو ده برضو يخلينا نقول ان ده احد اهم مكتسبات ثوره 30 يونيو. ما ده احنا ان برضو المراه المصريه، يعني يمكن احنا ما شفناش المراه المصريه في ثورات مصر غير في 30 يونيو وثوره 19. لا وشوفها ما نزلوش الشارع يعني، وشوفها كمان بقى في البرلمان. انت حضرتك شفت بقى لهم كوتا النهارده في البرلمان، شفت حضرتك النهارده في مناطق 50% 50% بالظبط. واخد بال حضرتك، وفي مجلس النواب برضو اليوم حس. ما انا بكلم في كده. فلما تيجي النهارده بقى كوتا داخل المشروعات القوميه للمراه المصريه انها تعمل شركات وتاخد في العاصمه الاداريه الجديده وتاخد في الريف المصري الجديد في مشروع مليون ونص فدان، ده ما كانش موجود. فبالفعل تمام، في اللي عملته الريف المصري او اللي عمله مشروع مليون ونص فدان من القضاء على البيروقراطيه في الحصول على العقود الرسميه من الدوله المصريه وتنظيم دخول الناس للاستثمار الزراعي واستصلاح الاراضي والتسهيلات اللي قدمتها شركه الريف المصري، يعني اللي قدمتها الدوله المصريه، واخد بال حضرتك تمام، شجعت ناس كتير جدا كانت بتغرد خارج منظومة الاستثمار الزراعي وجذبتهم وجذبت غيرهم وخلت الناس كمان اللي بتشتغل في الاستثمار الزراعي زودت المساحات اللي بتشتغل فيها، فجذبت قطاعات كتيرة جدا خارج هذا المجال من الاستثمار للمجال ده، يعني جذبت ناس كتير ملهاش علاقة بالاستثمار الزراعي إلى الاستثمار الزراعي، خلت ناس اساسا بتستثمر في الاستثمار الزراعي بمساحات قليله زودت المساحات. واخد بال حضرتك؟ عندهم اطمئنوا، فاطمن انه بيتعامل مع الدوله المصريه، بتطمن شركه، واخد بال حضرتك، بتعني له الدوله المصريه، الشركه بتقدم. برضو الاهتمام بالمراه ده ما كانش موجود في مقابل، لا ما كانش يعني موجود. ما كانش ليها حق المساحه دي انها تبقى بتعمل
بزنس صح؟ يعني على مدار التاريخ المرأة المصرية ملهاش وجود اقتصادي كده يعني. شوف حضرتك من ضمن عشان نستكمل ما نطلعش من الإطار نفسه، إن حاليا 25% من أعضاء مجلس الشعب أو مجلس النواب سيدات. تمام. ده واحد. اتنين، إحنا لما كنا بنسمع زمان إن في وزيرة تعينت في الحكومة الجديدة، يا وزيرة مستغربين إن في ست. النهاردة في تمانية. تمان وزراء. تمان وزيرات. تمام؟ تمام. ده غير إن هم أصبح للمرأة تقول في كل مجالات العمل. إلا حضرتك أقول لك على حاجة غريبة يعني تستغربها. إحنا في فترة من الفترات بعد 25 يناير كنا في الطرق الرئيسية بنخاف نمشي. تمام. عشان ما كانش في أمن. لأن ما كانش في أمن. تمام. هو ده كان مستهدف زي ما عادل بيقول. هو عايز يفك لك الأمن عشان لو عايزه في البلد. بالظبط. فلما يعني يبقى وراك جيش قوي، أما يبقى وراك جيش قوي ويقدر إنه يحافظ على البلد وتبقى أنت النهارده في أمن وأمان وبتمشي ولادك بينزلوا. لا ده على طريق رئيسي كمان. مفيش أي خوف. يعني طريق الطرق الرئيسية نفسها ما كناش، كان في ناس كتيرة بتخاف تمشي عليها. في حاجة مهمة. النهارده إن أنت تروح في قلب الصحراء على مسافة 200 و300 متر كيلو من القاهرة وتروح وتقيم أنت وتاخد أولادك وتبقى مطمن. طبعا ده انجاز. حاجه مهمه كمان، لما بتروح بتتقدم عشان تاخد اراضي ولا تاخد تعمل شركات، محدش بيسالك انت مسلم ولا مسيح، محدش بيسالها انت ذكر ولا انثى. يعني محدش يقول لا الناس دي ما ينفعش الستات ما تاخدش، لا. فالنهارده وبرضه من ضمن مكتسبات يونيو، يعني ما فيش حد النهارده بتاعت النهارده في حاجه اسمها مسلم ومسيحي. لا لا، واحنا طول عمرنا ما كانش فيه الكلام. اهو احنا قاعدين انا والراجل. دي حاجه خلقت. اخد بال حضرتك، انا اقول لك على حاجه بقى. من احنا كنا وصلنا لمرحله من الترهل السياسي اللي انت وصفته بالحاله الرخوه. ايوه. الترهل السياسي ده وصلنا لمرحله ان الدوله تعين محافظ قبطي لنا وما دخلش باب المحافظه ولا يوم. ليه؟ منعوه يدخل. منع يدخل المحافظه. ده ايام الدنيا. طبعا. فلما تيجي انت تبقى في الوضع ده ومحافظ لان اسمه عماد ميخائيل ما يدخلش محافظته، تخيلها شكلها عامل ازاي يعني. لا وبعدين احنا كمجتمع مصري يعني طول عمرنا ما عندناش حكايه اختلاف الديانات، واختلاف دي ست ده راجل ده النهارده يعني في كذا محافظه يعني في محافظات وغير الوزيرات اللي محدش ما بقتش علامه، يعني مش علامه ان انت تقول ان ده دينه ايه او ده راجل ولا ست وده مسلم ولا مش مسلم. ما فيش حاجه اسمها كده. انت بتتعامل مع كفاءه شخص مش مع ولا ديانه ولا نوع، يعني ما فيش حاجه اسمها كده يعني. النهارده برضه يا ابراهيم بيه، انت النهارده الدوله موجهه كل طاقتها لبناء مستقبل الاجيال القادمه من خلال خبر الاصلاح الاقتصادي. انت كل كمان ما بتدوب الحسيات دي. ايوه بتقدر تقوم بجسم الدوله. بص حساسيه بين الناس. بص حضرتك اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي بتتم عليه، بص المشروعات الطاقه، بص المشروعات الطرق، بص المشروعات العقاريه، بص للمشروعات الزراعيه معايا حضرتك، بص للاهتمام ببناء الانسان المصري صحيا زي ما قال عم يسري، و علميا وتعليميا. بص لي كل اللي بيتم على ارض مصر من اجراءات امنيه. احنا النهارده بنحارب الارهاب الفكري. طب واخد بال حضرتك، بنحارب الارهاب بالتنميه. واخد بال حضرتك، انت كل ما هتعمر وتشتغل كل ما هتقاوم الارهاب. لا كمان بص حضرتك، الرؤيه بتاعت الدوله في مشروعاتها القوميه حاليا بتنشر المصريين على كافة أراضيهم. انت ما تيجي النهارده تقول لي انا النهارده مين اللي كان بيوصل الواحات ومين اللي كان رايح غرب المنيا النهارده في الشهر 1.5 مليون فدان والمغرف جنوب العلمين والوادي الجديد والفرافرة مين كان يروح ويحلم؟ النهارده شوف كم من الناس اللي طلعت واشترت أراضي واسست شركات. بص حضرتك اللي بيحصل كمان من فكرة، احنا حضرتك بنقول ايه؟ كنا محتاجين ايه؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية. صح؟ تمام. طيب النهاردة العدالة الاجتماعية معظم الثروة كانت في ايادي رجال اعمال كبار فقط معدودين، وليكن مثلا 50 رجل اعمال، 200-300 رجل اعمال، مش دول كانوا اصحاب الشركات في مصر؟ النهاردة
لا شباب عنده. تعالى بقى حضرتك النهارده ما تستهونش بفكره ان شركه الريف المصري تخضع من احد الضوابط بتاعه انك تحصل على ارض جوه المليون ونص فدان، ان 3 من 10 ل 23 واحد ياسسوا شركه علشان يروحوا ياخدوا بقى ارض. في الاخر بقى في شركه وبقى في شباب بيشتغل وبقى في والشركه دي يملكها شباب، خلقت له بيئه جديده يشتغل فيها. مش بس كده، انت وزعت الثروه، انت خليت الناس اللي ما عندهاش. يعني النهارده مثلا في المغرى مثلا الفدان كان ب 18000 جنيه في بدايته، بتدفع 5% يعني بتدفع حوالي 900 جنيه وبتستلم ب 5% يعني كمان 900 جنيه. الدولة مسهلة له ومعاك 4 سنين سماح وبتقسط على 8 سنين تانيين يعني على 12 سنة. فالنهارده كأننا احنا مجموعة، كل عيلة مصرية تتكون من 10 ل 23 فرد يقدروا يبقى عندهم أرض. كل مجموعة أصحاب مع بعض كانوا بدل بيقعدوا على القهوة يصرفوا في الشهر ال 200 وال 500 جنيه وال 1000 جنيه وال 3000 جنيه من مصروف، يعني لو قاعد ما يصرفش لمده 6 شهور. مشروع الريف المصري ده بدا من 2016، النهارده في 2020 ما زال الى الان تقدر تروح. يعني انت لو بتفكر من وقتها انك تحوش في خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول، لو كنت حوشت وامنت بالفكره في بدايتها او كنت خايف انك تفضل لحد ما تشوف ناس جنيه يعني في السنه 6000 جنيه، يعني في الاربع سنين كان زمانك محوش كام؟ 24000 جنيه. صح كده؟ تمام؟ انت والمجموعه اللي معاك لو كونتوا مع بعض انتوا 23 واحد تقدروا تروحوا تاخدوا حته ارض في الريف المصري. فدي توزيع للثروه. الارض دي ما هي ثروه. النهارده ما كانش بياخدها غير رجال الاعمال. تمام. صح؟ النهارده بياخدها شباب الخريجين على قدر على قد امكانياتهم، مش كده وبس. النهارده في مبادره ال 5% في تمويل المشروعات اللي عملها سياده الرئيس ادى فرصه لشباب الريف المصري وشباب المزارعين وصغار المزارعين والشباب الخريجين انهم يروحوا ياخدوا يقترضوا من البنوك بنسبه بفايده 5% في اقتراحنا تنزل ل 3% على فكره، عشان يشجعهم عشان يعملوا البنيه الاساسيه بالزبط. في اراضيهم ويزرعوا ارضهم بضمان المشروعات بتاعتهم بالظبط. ففي بعد كده عداله. لا طبعا. فاذا النهارده كمان المشروع الريف المصري بيؤكد على العداله الاجتماعيه في توزيع الثروه، الثروه بتاعتنا ثروه مصر على كل اطياف المجتمع، سواء شباب خريجين مفلحين مزارعين صغار مزارعين مستثمرين، كل ده بينصهر وبيعمل نسيج وطني جديد بيجمع ما بين ابن الباديه المقيم في المكان وابن الريف اللي رايح الوافد وابن الحضر اللي رايح، سواء مهندس زراعي دكتور بيطري مهندس مدني دكتور بشري صيدلي مش عارف، كل دول هتلاقي واحد في دول خريج زراعه او خريج بيطري. تمام معايا حضرتك؟ صح. واحد يمتلك الخبره في كل ال 23 او ال 10 اللي متقدمين دول. فاذا هنا في عداله في توزيع الثروه اهو، ان بدل ما كانت الاراضي بياخدوها رجال الاعمال ولازم تبقى عندك فلوس كتير، نهت على كمان. احنا كان عندنا مثل مصري قائم كان مخوفنا من الاراضي زمان، كان بيقول ايه؟ ان الاراضي الصحراويه تحتاج الى عمر نوح وصبر ايوب ومال قارون. صحيح. المقوله دي انتهت تماما. اه طبعا انتهت طبعا. انت مش محتاج مال قارون دلوقتي عشان تروح تاخد من الريف المصري ارض. تمام. ولا محتاج صبر ايوب، ده الارض موجوده، تعالى شوف الخريطه اختار قطعتك روح شوفها على ارض الواقع، تعالى اسس شركتك، تعالى تعاقد عليها، ادي تحليل الميه، ادي تحليل التربه، تقدر تزرع ايه، تعمل ايه، ده بقى موجود. واخد بال حضرتك؟ احنا بس وقتنا اللي ما بقاش موجود تحت امرك طبعا. يعني احنا لو قعدنا نتكلم ايام عن 30/6 انا اسف لا لا خالص، لا بالعكس احنا سعداء طبعا. بس الشباب في الكنترول بيقولوا لي احنا وقتنا خلص، فطبعا الحديث بقية، لأن طبعا منجزات 30/6 بنتكلم عن ثورة وإرادة شعب طبعا، وبنتكلم عن 6 سنين من مكتسبات. فأكيد مهما كان الوقت مش هيسعفنا إن احنا نلم بكل اللي بيحصل، بس كفاية إن احنا نقول إن احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأمن والأمان طبعا اللي النهارده بقى موجود، اللي كان بيقول عليه أستاذ يسري، على البنية التحتية اللي اتعملت في البلد، على كم الطرق والكباري وشبكة المرافق اللي اتعملت في البلد. الناس لما بتيجي من بره
بتنبهر ان المشروعات دي موجوده على ارض الواقع، مش مكتات ومش حجر اساسه عمل وقص شريط ومفيش مشروع. طبعا وخدها في ارقام، معدل النمو، خدها في ارقام بالظبط، معدل النمو اللي زاد من 2.3 ل 5.6 انخفاض معدلات البطاله من 13% ل 8%، تراجع معدلات التضخم من 14% رجعت بقت ل 7.5%. طيب معايا حضرتك كل ده بيقول لا تصنيف ان انت الائتمان. في الطالع النهارده اما العالم بره اللي يقول ان انا موافق اغير لك تصنيفك الائتماني، فانت ده دي كل دي اليات بتقول ان انت للافضل، انت رايح للافضل. رجوع مصر للرياده في محيطها الاقليمي. تمام. رجوع مصر للمصري. ورجوع مصر للمصريين والمصر. تمام. ده مهم جدا. طبعا احنا بنتقدم لكم بخالص الشكر في نهايه حلقتنا استاذ يسري توادروس الخبير والباحث في الشؤون الافريقيه. شكرا. ومهندس عادل زيدان رئيس جمعيه مستثمري مليون ونص فدان. بنشكر سعادتك. بنشكركم على وقتكم. انا بشكر عم يزجي على صبره عليا. لا خالص ده بالعكس. نورت الدنيا. ونتمنى ان احنا يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله نكمل فيه بقيه مكتسبات ثوره 30 يونيو ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، الى ان نلقاكم السبت القادم 9:00 مساء نترككم في رعايه الله.